عشان قانون الطفل عندنا معرف الطفل انه اقل من 18 سنه. حاضر. احنا اولا بنشكر حضراتكم جدا، احنا مع بعض دلوقتي في غرفه عمليات الهيئه الوطنيه للانتخابات، وبنتابع عمل حضراتكم على مدار اليوم. في اليوم الثاني ان شاء الله احنا مبدئيا ما زالت عدد 116 لجنة على مستوى العالم بيتم التصويت فيها. تم غلق 16 مقر خارج جمهورية مصر العربية في اليوم الثاني. تم الانتهاء من عمل اليوم الثاني. منتظر آخر 5 لجان سيتم الفتح خلال الساعات القادمة حتى الساعة 7 مساء اليوم إن شاء الله. برحب بحضراتكم السيد السفير أحمد الطحلاوي في ميانمار. حضرتك أفدنا إيه الأخبار عند حضرتك، وفي أي معوقات أو في أي مشكلة إن شاء الله؟ مساء الخير سيادة الاستشار، على سيادتك وعلى كل المصريين في داخل مصر وفي خارجها. الحقيقة إحنا تقريبا خلاص شرفنا على إنهاء اليوم الثاني وغلق اللجنة بعد يعني أقل من نصف ساعة إن شاء الله. الحقيقة الانتخابات منذ بدايتها بالأمس وحتى اليوم الأمور كلها تسير بشكلها الطبيعي. مفيش الحمد لله أي معوقات لا فنية ولا موضوعية. بس الحقيقة حصل موقف امبارح من أحد المواطنين، الحقيقة طرق عندي معاني جميلة كتيرة أوي. أحد المواطنين المصريين المقيمين في ميانمار يعني لسنوات طويلة، تجاوز عمره 90 عاما، عنده طبعا مشاكل صحية كثيرة، ولكن كان من أوائل القادمين الراغبين في التصويت في الساعات الأولى من يوم أمس. ولما سألناه يعني أنت يعني في السن ده وما زلت تأتي وعايز تصوت في الانتخابات، قال أنا أصر على المشاركة في انتخابات بلدي. الحقيقة المعنى اللي طرقه فيا أو نبهني ليه، لأن المصريين دلوقتي يا سيادة المستشار أصبحوا على وعي كبير جدا بأن المصري حاليا لم يعد كما كان يعتقد البعض في العقود الماضية أنه صفر على اليسار، ولكنه أصبح رقما ذو قيمة واعتبار. المصري بقى حاسس أنه قادر، صوته ليه أهمية، هيفرق في بناء هذا الوطن، أنه هو عنصر أساسي ومهم بمشاركته في تحقيق النهضة والتطور إن شاء الله لمصرنا في المستقبل القادم. الحقيقة كانت رسالة أو مجيء هذا المسن إلى مقر الانتخابات رسالة لكل مصري أن يجب علينا المشاركة الجادة والصادقة لتحقيق التنمية المبتغاة بإذن الله تعالى لمصرنا الحبيبة. الحقيقة أنا لن يفوتني أن أنا أشكر سيادتك والدعم الفني للهيئة على كل ما قدموه، طبعا أساتذتي وزملائي في بعثات مصر الخارجية على المشاركة والجهد الكبير المبذول لإنجاح هذا العرس والحفل الانتخابي، وإن شاء الله بإذن الله يتم على خير ويحقق بإذن الله فيما بعد، يكون ده خطوة لتحقيق الخير والنهضة المصرية الحبيبة. شكرا يا فندم. شكرا حضرتك. السيد السفير هشام ناجي في باكو، اتفضل يا فندم. السيد السفير محمد ثروت سليم في أيرلندا. سيادة المستشار، احنا دلوقتي في اليوم الثاني نص اليوم، الساعة عندنا دلوقتي 2:10، والأمور ماشية تمام الحمد لله، مفيش أي مشاكل، وممكن بس الجو برد شوية، لكن الأمور ماشية تمام ومفيش أي معوقات. شكرا جزيلا. شكرا فندم. السيد السفير شريف كامل في لندن. مساء الخير سيادة المستشار، بنشكرك على هذه الفرصة للمتابعة في اليوم الثاني من الانتخابات. من امبارح الصبح الحقيقة في إقبال طيب من الجالية المصرية اللي موجودة في المملكة المتحدة، في أعداد طيبة من المواطنين كانوا حريصين على المشاركة طوال اليوم بالأمس. يمكن النهاردة اليوم لسه لم ينتصف عدد ساعاته، احنا يمكن فاضل 45 دقيقة عشان ينتصف اليوم الثاني، لكن الأعداد اللي أقبلت في هذا اليوم اللي هو يوم السبت أول أيام العطلة تقريبا نفس العدد اللي جه يوم الجمعة امبارح بالكامل.
شاء الله. احنا متوقعين ان هذا الاقبال النهارده حتى نهايه اليوم الساعه 9 بالليل، ثم غدا الاحد اللي هو ثاني ايام ثاني اسبوع هيكون في استمرار في هذه الاعداد الكبيره. العمليه بتتم بشكل يسير جدا، اجراءات بسيطه، وبنشكر الهيئه على المتابعه والاعداد اللي تم قبل الانتخابات ثم في الفتره الحاليه في ايام الانتخابات نفسها. العملية الانتخابية، المواطن بيدخل اللجنة الانتخابية في مقر السفارة وينتهي من التصويت والتسجيل وكل الأمور المطلوبة في أقل من دقيقة. فالأمور طيبة جدا، المواطنين مش بس من مدينة لندن، لأن الجالية المصرية متوزعة في مدن كثيرة. شاهدنا مشاركة من مصريين قادمين من مدن بعيدة زي مانشستر، زي برمنغهام، زي ليفربول. البعض بيقبل معك في أجواء من الاحتفال. حابب برضو استغل هذه الفرصة عشان اقول ان احنا قررنا ان القنصلية العامة ايضا تفتح ابوابها بشكل استثنائي يوم السبت ويوم الاحد، وطاقم القنصلية العامة تحت رئاسة القنصل العام موجودين يوم السبت والاحد لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين استغلالا لقدومهم من برا لندن في العطلة نهاية الاسبوع. عادة بيحتاجوا يعملوا كده في ايام العمل، لكن قلنا هيكون موجودين عشان الانتخابات، ففرصة ايضا ان هم يتوجهوا لمقر القنصلية العامة ويقوموا بأي عمل قنصلي هم محتاجينه. يعني الحقيقة العملية الحمد لله تمت بشكل طيب، وإن شاء الله تكتمل غدا الساعة 9 بالليل على أفضل وجه. وبشكرك مرة ثانية. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك فندم، بالتوفيق. شكرا فندم. سيادة السفير أمين حسان فرانكفورت. سيادة السفير حاتم عبد القادر في لاهاي. اهلا وسهلا سيادة المستشار. والحقيقة في البداية احب اشكر حضرتك على التنسيق المستمر اللي تم قبل طبعا العملية الانتخابية، وكمان كل التعليمات اللي كانت موجودة والتنسيق بشأنها والتدريب، والحقيقة اللي ساهم طبعا بقوة في ان تتم العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر. طبعا الابواب اللجنة الانتخابية فتحت امس، وكان الحقيقة الاقبال طيب، واليوم كمان نتوقع الاعداد تكون اكثر كثافه اليوم وغدا بسبب انها ايام العطله. احتاجنا للدعم الفني مره، والحقيقه لقينا كل سهوله ويسر وتسهيل وتسهيل على المواطنين. والحقيقه كان الاقبال موجود امس حتى يمكن 9 مساء، والامور بتمشي بيسر وبتنسيق جيد مع الاعضاء الجاليه المصريه. انا عايز شكرا استاذ السفير امين. استاذ السفير حاتم عبد القادر لهاي. انا تمام فهم. انا سفير حتى انا ما اعرف. سياده سفير هيثم صلاح من هلسنكي فنلندا. مساء الخير، مساء الخير سعاده المستشار، ومساء الخير على الساده المشاهدين. بشكر سيادتك دايما يا فندم على استمرار التنسيق بين سيادتك وبين كافه السفارات والسفاره هنا في هلسنكي. والعمليه الانتخابيه بتسير بيسر وبانتظام، والاقبال طيب، وزي ما حضرتك عارف ان ابتدى موسم هطول التلج خلاص نزل. فالحقيقه يعني احنا بنقدم التحيه لكل المواطنين اللي تحاملوا على نفسهم وقوموا وادوا اصواتهم الانتخابيه، واحنا بنحاول نساعدهم هنا بان احنا بنقدم لهم الحقيقه مشروب سخن، لان ما بيقدروش حتى بعد ما يجوا من الساعه وبيجوا من المصاب ما يقدروش حتى يمسكوا القلم ويقوموا يدوا بالصوت الانتخابي. فبنقدم لهم الحقيقه مشاريب سخنه ونستضيفهم، وبعد كده بتتم العمليه الانتخابيه. واحنا مره ثانيه بنقدم لهم التحيه طبعا، لان الحقيقه الاجواء فعلا الشتويه هنا في فنلندا صعبه طبعا. ومره ثانيه من سيادتك العمليه بتسير بمنتهى اليسر وبانتظام تام، واشكر سيادتك. شكرا، مفيش اي معوقات فنيه او اي حاجه حضرتك، كل الامور تمام اطلاقا يا فندم. احنا بنشكركم دايما على الدعم الفني اللي بتوفروه بدء العمليه الانتخابيه، والتجربه اكتر من تجربه الحقيقه في هذا القطار. واحنا بنشكركم العمليه بمنتهى الانتظام. شكرا جزيلا لحضرتك، اتفضل. سياده السفير محمد حيدر في البانيا. اهلا وسهلا سياده المستشار. يعني انا بكرر شكري لحضرتك وللهيئه على التسهيلات الكبيره والدعم الفني والتواصل المستمر في كل جوانب العمليه الانتخابيه والعمليه والاعداد لها.
احنا هنا في ألبانيا عندنا ابتدينا أمس مستمرين اليوم، وده يوم النهاردة وبكرة هيكون أفضل شوية بسبب بداية العطلة. احنا الحمد لله ما عندناش ظروف مناخية تعوق حضور السادة المواطنين، لكن الانطباع العام إيجابي واحتفالي، وفي تقدير شديد للتسهيلات المقدمة والشفافية والسلاسة، وأعتقد يعني ده انطباع بينتقل إلى باقي المواطنين، ويعني متأكدين إن شاء الله هتنتهي الأمور غدا بشكل طيب، بيعكس الجهد الكبير اللي بذل يعني بتنفيذ هذا الاستحقاق المنتخب. بكرر شكري لحضرتك، ويعني طبعا احنا مستمرين في التواصل في طبعا طبعا يا فندم، حضرتك ساعة بساعة إن شاء الله. سيادة السفيرة سلوى هانم الموافي في زيمبابوي، الصوت يا فندم ميوت، الصوت ميوت يا فندم. مساء الخير لسياده المستشار، مساء الخير على زملائي الساده السفراء الافاضل، مساء الخير على مصرنا الحبيبه. بالفعل بدات السفاره في هراري زيمبابوي فتح ابوابها اليوم الثاني على التوالي في تمام الساعه 9 صباحا توقيت دوله الاعتماد، واحنا حاليا دلوقتي الساعه 4 وثلث. بيستمر تواجد ابناء الجاليه المصريه الكرام على المقر الانتخابي، وامبارح كان يوم عمل في زيمبابوي، والنهارده هو بدايه الويك اند. وبالفعل توافد اليوم عدد من ابناء الجاليه لاتلاء اصواتهم. نتوقع المزيد من الحضور، لان مش كل افراد الجاليه مقيمين في العاصمه هراري، وانما في مدن واقاليم تبعد بعضها بحوالي 6 ساعات عن العاصمه. واحنا دايما في السفاره بناكد ان بابنا دايما مفتوح، وان السفاره هي بيت مصر في زيمبابوي، واننا مستعدين لاستقبال الجاليه باصل بطاقه الرقم القومي او اصل جواز السفر ساري الصلاحيه. وانا احب اكد ان العمليه الانتخابيه بتسير بمنتهى السيوله واليسر، وبنشكر حضراتكم في الهيئه الوطنيه للانتخابات وزملائنا في وزاره التربيه المصريه على العمل الدؤوب والتنسيق المسبق اللي تم، والملاحظه ان العمليه الانتخابيه دي شهاده ان هي بتتطور مع كل استحقاق انتخابي في اضافات جديده بتساهم في المزيد من السهوله واليسر بالنسبه للعمليه الانتخابيه في الخارج، وده طبعا بيصب في صالح تشجيع المواطن المصري في الخارج لممارسه حقه الانتخابي، وبيكون شاهد على تقدم لمصر تشهده يوم ورا يوم. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سياده السفير. سياده السفير محمد كريم في الدنمارك، اطلعنا يا فندم على الموقف عند حضرتك. مساء الخير لحضرتك والزملاء، وشكرا على يعني هذه الجدارة لقائنا. الحقيقه العمليه الانتخابيه في الدنمارك تسير بكل اسره سهوله، لا توجد اي عقبات، لا توجد اي عراقيل. وزي ما زميلنا سياده السفير في فنلندا قال، الطقس صعب جدا، درجات الحرارة دلوقتي من تحت الصفر والثلج شديد، ولكن تلاحظ امبارح النهارده الكثافة العددية، الناس جاية من خارج كوبنهاجن وفي السويد، في تأكيد على المشاركة. والحقيقة برضو زي ما زميلنا أكيد يكون قال، النهارده أول واحد جه عندنا اللجنة كان واحد من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، كان جاي مع أولادي. نظرا إن إحنا يعني ما كانش فيه يعني رامب يطلع عليه، فقال انا هفضل واقف بره، وقال لي بقى خش اقعد جوه عشان لما ما قدرتش اصور تبقى انتوا دخلتوا وسجلتوا ان احنا جينا. فطلعت له بره وعملت معاه الاجراءات كما حضراتكم تفضلتم وشرتونا، وكان سعيد جدا جدا، ويعني اخذ صور تذكاريه وما الى ذلك. فالناس حقيقه مهتمين جدا بهذا الاستحقاق، ومهتمين جدا ان هم يشاركوا، وكل شيء ماشي على يعني بشكل هايل، والناس كلها مبسوطة. وفي زي ما زلنا في ألبانيا ألوح احتفالية كبيرة جدا جدا، وربنا يوفقنا جميعا وإن شاء الله تبقى إن شاء الله. شكرا. شكر الموصول لحضراتكم جميعا، ويعني احنا بنتابع مع حضراتكم ساعه بساعه، وبرضه بعيد تاني على حضراتكم ان شاء الله. هو طبعا الانتوسياتك حضراتكم بتيسروا فعلا على المواطنين دائما، لانه برضه بنفكر بعض ان هو كل من هو معه بطاقه الرقم القومي حتى لو منتهيه يجوز له حق الادلاء بصوته، ومعاه جواز سفر ساري الصلاحيه، فرضية لو لا قدر الله حد تقدم وفي أي مشكلة فنية بشأن البطاقة، مع حضراتكم على طول على الجروبات اللي احنا عاملينها، وهنتواصل فورا وهنزلل كل العقبات تيسيرا للمواطنين خارج جمهورية مصر العربية لمباشرة حقوقهم السياسية. أنا بشكر حضراتكم، وبشكر طبعا السادة باقي السفراء
حضرتك السيد السفير هشام ناجي دخل. اتفضل يا فندم. سيوطي يا فندم، صوت حضرتك. صوت ده ميوت يا فندم. واضح ان في مشكله في الصوت. هنتواصل برضو تاني مع سيادتك عشان نطمن على الاحوال، ولكن واضح من ابتسام سيادتك ان الامور مستقره الحمد لله ومفيش اي معوقات. متابعين مع حضراتكم. تمام، في حد متواصل؟ سيد السفير امين حسان. امين مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني ونتقدم بالشكر لحضراتكم على الدعم المتوفر للبعثات في تسهيل العمليه الانتخابيه. احنا برضو زي باقي اوروبا امبارح يوم عمل، بس ده برضو لم يمنع المواطنين من التواجد من بدايه من الساعه 9 الصبح. كان في بعض الناس منتظره من 8:30 امام باب اللجنه، واستمر توافد الناس لغايه الساعه 9. طبعا بدا الاعداد تزيد بعد الفتره اللي هي بعد الساعه 5 6 بعد مواعيد انتهاء العمل. النهارده برضو ابواب اللجنه فتحت ابوابها، والملفت للنظر النهارده حضور عدد من الطالبات، ودي كانت حاجه مفرحه جدا. يعني في منهم بعض الطالبات جايين 19 سنه مسافرين 4:30 عشان بس حريصين على الاذاعه بصوتهم، ودي كانت حاجه والله فعلا مدعاه للفخر على الرغم من الظروف الجويه. للاسف في بعض العواصف في بعض المدن في الجنوب، فهتاثر على قد تاثر على بعض الحضور، بس ربنا يسهل يكون بكره الوضع افضل، الناس تتمكن من خاصه مدن ميونخ والمدن اللي حواليها. ما فيش الحمد لله، يعني الناس بتيجي الداخل ما بيكملش 5 دقايق بيكون سجل وادلى بصوته، وطبعا معظمهم كلهم حريصين على التقاط الصور التذكاريه في هذه المناسبه. واجهتنا بس بعض حاله او اثنين عدم تمكن التابلت من قراءه سواء جواز السفر او البطاقه، بس دي كنا بنرجع عليه الكمبيوتر على السيستم المانيوال وبتتم. مشكله برضه واجهتنا ان في كان احدى ممثلي المرشحين لا يتمتع بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وغير مقيد بجداول الناخبين، وطبعا اخذت مننا جدال في محاوله افهامه ان يعني ليس له الحق في التواجد او الحضور، يعني نتمنى برضه يتم مراعاه ذلك مستقبلا. لكن بخلاف ذلك الحمد لله في حرص شديد جدا من الناس، واعتقد برضو النهارده لسه ما زال قدامنا في حدود 5:30، وما زال الوقت ممتد بكره ان شاء الله تكون الاعداد اكبر. مع الشكر، مع الشكر الجزيل مع حضرتك، واحنا متواصلين وهنزلل برضو المشكلة اللي حضرتك اثرتها دلوقتي وهنعرف ابعادها ايه وهراجع حضرتك ان شاء الله. مثلا انا بشكر حضراتكم وبرضو بكرر الامر بتاع الرقم القومي حتى لو منتهي الصلاحية يحق له الادلاء بصوته، لو في مشكلة فنية في التابلت او الحاسب الالي في الادخال احنا مع حضراتكم على طول بنتواصل اول باول. بشكر حضراتكم طبعا وكل الشكر الجزيل وبالتوفيق دايما، واحنا مع بعض متواصلين ساعه بساعه. مع الشكر الجزيل احنا دلوقتي تواصلنا مع الساده رؤساء اللجان على مستوى العالم وفقا للجان اللي فاتحه خلال الفتره الحاليه لتلقي كافه المواطنين اللي في الخارج اللي ده بصوتهم، والامور الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت ما كانش عندنا اي مشاكل واجهتنا فنيه او مشاكل عقبات تؤدي الى التاثير على ان تاثر على الادلاء المواطنين في هذه المقرات باصواتهم ومباشره حقوقهم السياسيه، واحنا متابعين اول باول وهنطلع حضراتكم ان شاء الله باي مستجدات وننتهي بما تنتهي اليه لغايه اخر لجنه ان شاء الله تفتح بدايه اليوم الثاني ان شاء الله الساعه 7 مساء وغلق كافه اللجان تباعا ان شاء الله. بشكر حضراتكم، بشكر حضراتكم فندم وعلى تواصل دائم. شكرا جزيلا فندم. شكرا.